ملاك طالبة الإعدادية تلتحق بالضحايا المدهوسين في شارع الموت الرابط بين الحلة والنجف. أرادت الذهاب لامتحانها لكنها فشلت باختبار عبور الشارع بسلام. طالبة بعمر الورد بالخامس علمي، المدرسة كلها تبكي عليها، مدرسات كلها من المتميزات والمتفوقات، راحت هيك والضارب شرد وبعدين هو شقاف من النشر اجى سلم روح. السنتين يعني اللي راحن حوادث مستمره يوميه، وبالعشرين الى 30 واحد يعني يوميه، ما اقول لك كل اسبوع ما يزي بدون فاتحه. نحن هاي المنطقه محتاجه جسور عبور للمشات، يعني حقيقه فقدنا هواي من المنطقه شباب وشابات. حوادث يوميه سببها تاخر انجاز الشارع الخالي من رجال المرور وعلاماتهم، والشركه تركت نصف اعمالها وتوقفت. عندنا ملاحظات كثيرة على هذا المشروع، وهناك هدر كبير بالمال العام، إلا أننا كمجلس محافظة لا يمكن أن نتنصل عن دورنا الرقابي في محاسبة جميع الشركات المتلكئة. وحين يعترض أهالي المنطقة على موت أبنائهم يواجهون بالعنف والاعتقال. الشارع بطول 14 كيلومتر وبتكلفة إنشاء وصلت إلى 27 مليار دينار لم يكتمل، والأعمال متوقفة فيه منذ أكثر من سنتين. من النجف غيث قاسم، الشرقية نيوز.